السلام عليكم ورحمة الله، معكم مهندس أحمد وهنبتدي دراستي إن شاء الله من سلسلة دروس تعليم SOLIDWORKS. درس النهاردة عايزين نتعلم إزاي نبدأ نحط دايمنشن من قائمة الـ Smart Dimension معانا في البرنامج. باجي على الفرونت بلاين بتك عليه وأقول له سكتش، وباجي مثلا أرسم لاين بالمنظر ده من الأوريجين يكون أفقي كده، وعندي مثلا دايرة هنا كده، سكيب من الكيبورد عشان أطلع من الأمر، ويجي على قائمة Smart Dimension من فوق بتك هنا على الخط ده تكة واحدة بس، وبعد كده بنزل بالماوس تحت وحط الدايمنشن بتاعتي ولتكن 100 ملي بالمنظر ده، وهنا برضو احط دايمنشن ممكن هنا على المايل او الافقي او الرأسي، يبقى انا هحط على المايل ولتكن 100، واحط دايمنشن انجل ما بين التو لاينز عندي وليكن 45 درجة، وقطر الدايرة دي ولتكن 50 ملي. فانا كده حطيت دايمنشن الخطوط والزاويه والدايره كمان. طيب في مثلا لو انا عندي لوحه رسم كلها تكون بالملي وعندي بعد واحد بس بالبوصه او بالانش، فباجي بقول له سمارت دايمنشن من هنا، وباجي اختار انا عايز احط بعد للخط ده وليكن يكون 5 يونت انش، واقول له صح. يبقى انا كده حطيت له 5 بوصه اللي هي 127 ملي. تمام، يا بدل ما اقعد ابدل من بره او اكتب الارقام واحول بره، لا انا بكتب هنا 5 انش بيتكتب لي اوتوماتيك بالملي على حسب التمبلت او على حسب الوحدات اللي احنا شغالين بيها. تمام، يبقى ده كده كان درس النهارده. لحد عنده اي سؤال اي استفسار يقدر يبعت لنا على صفحتنا على الفيسبوك لان سودورس عربي، ارقام التليفونات والايميل موجودين اسفل الشاشه. اشوفكم الدروس الجايه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.